وما أحوجنا إلى المربيات، ما أحوجنا يوم أن أصبحت الأم التي تستحي من أن تكون ربة بيت، وهذا من الأصول التي يدفعها التغريب في حياتنا. الآن التغريب، هذا الفكر التغريبي، ولا يخلي المرأة لو كان نقول لها واش ديري، حتى أنه يقول في الكتابة تعال يعني يطلبوا من الآن من أبنائنا يلحقوا لمهنة الأم تقول لك لا شيء. كيفاش تقول لك لا شيء؟ الآن نكتب هي الملكة، هي ربة البيت، هي تلك المرأة التي تنشئ لنا الأجيال.